إخواني الأعزاء، مما لا شك فيه بأن معان لم تنل حصتها من التنمية، وظلت الحكومات المتعاقبة غير جادة وتماطل في تنفيذ المبادرات الملكية. وهنا أقول بأن معان تواجه تحدي تنموي بامتياز، ليس إلا زي ما تحدث جلالة الملك مشكلتنا بالأردن اقتصادية وليست أمنية وسياسية. لا يوجد معاهد معان مشكلة مع القيادة الهاشمية، أبناء معان متفقين حول القيادة الهاشمية. أمنيا عندنا 10-20 خارج على القانون، أجهزتنا الأمنية المهنية بحرفيتها تستطيع الإلقاء القبض عليهم في إطار احترام سيادة القانون. فهذا طبعا إخواني يتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية الرسمية والخاصة لإحداث التنمية اللازمة وفي أسرع وقت ممكن، ولهذا جاء مثل هذا اللقاء في هذا اليوم. وهنا أكتفي بتقديم دراسة لي قمت بإعدادها تحت عنوان معان الأزمة والحل، وفيها عدد من المقترحات والتوصيات سوف أضعها أمام هذا اللقاء ليتم تضمينها لأعمال هذا اللقاء المبارك، متمنين التوفيق والسداد والفلاح للجميع. وأخيرا أدعو الله العلي العزيز وأقول رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وسأقوم بتكريم من درع الملك سعادة الدكتور في نهاية هذا اللقاء تقديرا منا لجهودكم الإنسانية والنبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور أنجل. مع كلمة تركيبية لمعالي الأستاذ موسى خلف لمعالي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك أيها الضيف العزيز، عزيزا كريما غاليا في مدينة معان، ومرحبا بصحبك الكرام. ومعان أيها الضيف هي النخلة الباسقة والصفحة الأغلى في دفتر الوطن، وهي المدينة للتأسيس للبدايات، وهي العاصمة الأولى لهذا الوطن الحبيب. مرحبا بك أيها الضيف العزيز، ومعان تذكر ولا تنسى، تذكر من أوفى لها، تذكر من أعطاها، تذكر من واساها، تذكر من وقف معها وتحسس مواجعها. فلك الشكر على زيارتك، ولك المحبة الدائمة التي تبقى في نفسي وفي قلب كل ابن من أبناء معان. أيها الحبيب، أيها الصادق الصدوق والأمين المؤتمن، كنت دوما على مستوى المسؤولية وعند شرف أداء الواجب لوطنك بصمت تعمل وبكفاءة وقدرة تجول في هذا الوطن وتنفر على مساحته مراكز المعرفة والمؤسسات، فأنت صاحبة المؤسسة العملاقة. أيها الضيف الكريم، على مساحة الوطن الحبيب الأردن وعلى مساحة الوطن العربي كنت دوما الأكاديمي والاقتصادي والسياسي. أيها الأستاذ الفاضل، أتذكر ويتذكر كل ابن من أبناء الوطن موقفك الأسطوري عندما رفضت التخلي عن موقعك في منطقة العتلي وأصررت على أن تكون في هذا الموقع وأن لا تتخلى عنه أبدا. باسم معان نرحب بك، وباسم معان نتذكر مواقفك، وستبقى هذه العطاءات وهذه الخيرات التي سعدت بها معان وبالتالي سعدت بها جامعة الحسين كل خير. لك الشكر والتقدير، ولك مني المحبة والوفاء،
ودعائي لك بالصحة والعافية والتوفيق الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا معي. مع كلمة ترتيبية أخرى لسعادة السيد مضر أبو رخية، وبعدها نفتح مجال النقاش والحوار. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عقوبة الدكتور راعي الحفل نائب رئيس الجامعة، سعادة الأستاذ طلال أبو-غزالي ضيف محافظة معان، أهلا وسهلا بكم في هذه المدينة. الإخوة الحضور جميعا أصحاب المعالي والعقوبة والسعادة، الإخوة والأخوات الطلبة والطالبات، أريد أن أقف في محطة مضيئة من محطات هذه الشخصية التي قامت بزيارة هذه المدينة في اليوم. شخصية الأستاذ طلال أبو-غزالي. الأستاذ طلال أبو-غزالي هو من أبناء فلسطين التي نعتز ونقدر ونقف أمام هذا الإجلال والإكرام. طلال أبو-غزالي أكمل دراسته الجامعية بالجامعة الأمريكية في بيروت، وكان من المتفوقين، وبعدها انتقل إلى إكمال دراساته العليا من خلال الابتعاث للجامعة الأمريكية، وكانت المحطة الثانية في حياة هذا الرجل الطيب الوفي صاحب الخلق الرفيع ومن العائلة المحترمة. أتعلمون ماذا فعل؟ بعد انتقل إلى دولة الكويت الشقيقة وعمل بها سنوات طويلة تجاوزت 10 سنين، ماذا عمل هذا الشخص؟ بدأ في جلسة مع نفسه فقال يجب أن يكون الوفاء بالوفاء، فعلي الآن أن أقوم بزيارة بيروت وزيارة الجامعة التي كان لها الفضل الكبير علي في دراستي رفعت، وقام بزيارة الجامعة الأمريكية في بيروت وتبرع لها 10 ملايين دولار، كما سمعت من أخ وحبيب وصديق لنا مساء البارحة الدكتور أمجد شمور، وكنا في حديث مطول عن هذا الموضوع. فاليوم نستقبل رجل وفي، فأنا أقول لإخواني وأخواتي والأساتذة يجب أن نأخذ هذه القدوة من هذا الشخص، يجب أن نأخذ هذه القدوة من هذا الأستاذ، يجب أن نأخذ هذه القدوة من هذا المربي الفاضل الكريم. لا أريد أن أطيل لكي أفتح المجال للجميع للحديث عن هذا اللقاء الطيب. أخيرا أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وشكرا لكم. يا سيدي شكرا. انا على يقين بسعادتك سعاده الدكتور، لانه كافه الحضور في هذه القاعه الطيبه يعني يطيب لهم الحديث والشكر والتقدير. فلذلك لو سمحت لكم، ولذلك يعني نبدا موضوع حوارنا اللي اتينا من اجله، والكل يكون لك كل الاحترام والتقدير ولضيفك ولضيوف الكرام الموجودين معك. فنبدا الحوار في موضوعنا باذن الله. شكرا.